توفيت صباح اليوم خلود القعيد والدة كلا من رند ورفيف الشهيلي، وانتشر خبر وفاتها كالنار في الهشيم عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وقد نعى الفقيدة مئات المستخدمين لمنصة إكس والتيك توك سائلين الله أن يتغمد بواسع الرحمة والمغفرة. وأما عن سبب وفاتها، النائب العام يوجه بالتحقيق في وفاة خلود القعيد بخطأ طبي. وصرح مصدر مسؤول بالنيابة العامة بصدور توجيه معالي النائب العام بتشكيل فريق من النيابة العامة للتحقيق في وفاة خلود القعيد بخطأ طبي. وفي التفاصيل، توفيت اليوم خلود القعيد في تمام الساعة 8 صباحا على إثر تعرضها لوعكة صحية نقلت على إثرها إلى المستشفى. وصرحت النيابة العامة أنه تم تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على حيثيات وفاة خلود القعيد بعد انفجار الزائدة الدودية نتيجة شبه تشخيص طب خاطئ، وأنه إذا أثبت التحقيق وجود أي خطأ طبي أدى إلى وفاة خلود القعيد بخطأ طبي، فسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من ارتكب الخطأ، مؤكدا أن لا تهاون في حياة المواطنين. والصلاة ستكون على الفقيدة اليوم في جامع المهيني حي العارض. دعوتكم لها بالرحمة والمغفرة.